اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم الشوف تي في. قبل الانطلاقه الرسميه للتي جي في اي القطار الفائق السرعه، قام المكتب الوطني للسكك الحديديه بتجارب بالخط السككي الرابط بين القنيطره وسلا بعد سلسله من التجارب التي تم القيام بها والتي اكدت ان مشروع التي جي في الذي يعد من بين اهم المشاريع الكبرى في البلاد في طريقه الصحيح. لنشاهد كيف مرت هذه التجربه الجديده للقطار الفائق السرعه. سعيد الناصري مدير مشروع القطار الفائق السرعة استغلال أكد لقناة شوف تي في أن المشروع يسير بشكل جيد، حيث انطلقت التجارب الأولى منذ 18 يناير الماضي، وسوف تستمر هذه التجارب حسب الناصري لعدة شهور، والتي تستهدف تجربة أداء القطار بشكل تدريجي، خاصة الأمور المتعلقة بفرملة القطار والسرعة وانتقاط الكهرباء لضمان سير القطار بشكل جيد خلال الاستغلال. وأضاف الناصري أن القطار الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء سيحمل على متنه 533 راكبا. لنشاهد تصريح سعيد الناصري. التجارب هذه كما علنا من خلال البلاغ ديالنا غادي تدوم لشهور، وهي الهدف ديالها هو تجربه الاداء ديال القطار لي بيرفورمانس. وبطبيعه الحال هي كتبدا بطريقه تدريجيه، تجارب متدرجه بسرعه منخفضه الى اخره، حتى كتوصل بالنسبه لهاد السكه نقولوا الكلاسيكيه حتى 160 كم في الساعه. اذا هناك عده تجارب غادي تدار والهدف ديالها مختلف. كاين تجارب اللي من خلالها غادي نجربوا الفرمله القطارات القطار، كاين تجارب اللي من خلالها غادي نجربوا يعني السرعه، كاين تجارب ديال الالتقاط ديال الكهرباء الى اخره. المغاربه عبروا عن ارتياحهم الكبير لانطلاق تجارب القطار السريع، مؤكدين سعادتهم التي لا توصف بهذا المشروع الذي سيشكل نقطه منيره في مجال النقل بالمغرب، خاصه انه سيساعدهم في ربح الوقت خلال تنقلهم من مدينه لاخرى، وسيسهل عليهم بشكل كبير التنقل والسفر. لنشاهد ارتسامات المواطنين. ان بروجي بروميتور بور ماروك زعما pour la vision ديال سيدنا الله ينصرو، زعما سافادوني زعما واحد الدفع من هنا لقدام. المهم سوا ديزون المهم ساسخا بون بروجي. مزيان غير على السريع مزيان، وكيوصل الناس فواحد الوقت وجيز فهمتي، والزحمه ديال السيارات ما كتبقاش، وكيولي ترونسبور مزيان، وكلهم مزيانين. أول قطار فائق السرعة بإفريقيا إنجاز جديد سيعزز البنية التحتية للمغرب، وسيحقق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية، حيث سيواكب التطور المجالي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة المغربية، وذلك باستجابته لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. تحديث مجموعة من المحطات وتحديث الشبكة السككية الحالية وإحداث فرص مهمة للشغل هي من بين أهم الأشياء التي سيقدمها كذلك هذا المشروع الضخم. إلى هنا نأتي مشاهدينا إلى نهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.